علاش كيبيتي هاد الشيء نوي؟ حيت كدابه انا وفيها العياقه بزاف وداك الشيء اللي باغي انا ما تقدش تعمل. مرحبا بكم في هذا الابيزود سبيسيال ديال مولينكس. في جبال لكم واحد الطيف اللي طلب شويه بزاف. الفكره ديال الكونسيبت غيبقى شي نوي خارقه مع المشاركه اللي قدامه حتى كيشعلوا الاحمر فين كيمكن ليه يسكيبيه. ولاش علاش مولينكس بالاحمر ثلاثه ديال المرات وما سكيباش شي نوي كدوز المتسابقه للراوند الثاني فين كيزيدوا يعرفوك؟ وصراحه القضيه هذه مزيانه الانسان بحال الشي نوي ولا بحال اي يوتيوبر. حيت تخيل معايا واحد دوز حفه اسنان وطيحهم في الكونتنت في الاخر تجي وحده عندها 18 عام نقولوا خرج ما جاتش الشينوي ديالنا زعما الشينوي ما خصهاش تخرج شي وحده تفرجوا ليا مع راسك. هذا المحتوى ما مديوش باش يتخاد في يديه هو فقط للضحك والترفيه وما تنساش راك انت اللي خصك تتفرج فينا ماشي فرضنا عليك. ولكن شي تجاول انت باغي تخلقوها معنا وتبارك في الفيديو الجاي غتلقاو الفورمولا في الديسكريبسيون عمروها وخلي. كان كيسحبني الى الصوره حتى قال ديسكريبسيون هاد الصوت هذا خصو يخدم على مخارج الحروف ديالو ولكن مزيان. هاد اللعيبه كتبان لهم شي محامي مزيان باش يبقاو يحيدوا فهمتيني باش ما يبقاوش بنادم يقول لهم واحد كات وما باغين تخرجوا لنا على الاخلاق. السلام عليكم. ديال حسين سليمه شنو وين موالف كيسلم على اوبو ناري 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 شدو قداش مقارنه مع يديها وشو راسو قداش مقارنه مع راسها فراسك. شفت الصراحه شفت زعما شفت في الجامع جيم حتى شفت اكبر جمجمه واقيلا ديال شي هومو سابيان شاف حياتي ديال الشينو. الله يجازي رضي فاتي سميت الوالده الله يرحمها وكيش بقى فاتي في هذه الحياه حياه خاصنا نعيشوها. واش دايره وشام هنا؟ لا حياه وحده ولي كاين الموت كاين الموت لي مع الموت ياك. المهم شنو هي الهوايه ديالك؟ شنو هي هوايتك؟ كنتريني الهوايه ديالي كنتريني سبارك سبورتي الرسم. شو يدو مقارنه مع يدها شي دي فرنس كثيره ودابا دي واخا تلعب مع ماتش البوكس ودابا تلعب انت مع شي نويد قد هكا وشي نويد قد هكا راه ماشي فير هادشي. ما خصهمش يبقاو زعما في اليو اف سي وكذا كيبقاو يهضروا على الويت كلاسز يشوفوا الفيست كلاسز ودابا شوف والله الا شوف العالم كامل نسبي روبيرا شي حاجه في شكل. دابا فيستين دابا نهضروا على فيستين. واش فيستين الا قالك شي واحد انا فيستيت وحده ولي كانت يدو قدها قدها ديال فاتي واش هي الشين وكا كنا فيستيت وحده شتي باين لا كاين فرق الصار احترامات هذا عندك هوايه زوينه الرسم والسبور ما كل حسن. شنو هي السبور ديالك؟ بوكس كاع تلعب معايا كومبو دابا قدريت جرب ديري لنا نوفر وان يلا بديت نتخيل. لاحظتي اي واحد باش ما نقولوش اي بنت اي واحد دري وبنت ينفو كتبدا تغرق معاه في اي حاجه كيدير كيدير لك انا يلا بديت. لاحظتي كتبدا تغرق معاه في الهوايه ديالو ولا في شي لعيبه كيدير لك انا يلا بديت. سول شي واحد كيقول لك انا كندير ديفلوبمون انفورماتيك كتدخل معاه في شي لعيبه شويه ديب كيقول لك راه يلا باش نقرا الماستر ديالي. باقا جديده في البرامج ديالو. قولي لي صراحه الرياضه شنو عجبك في هذه الرياضه هذه وشنو عجبك في هذه كتحيد ستريس ديالك كامل راه عاوتاني العصر شي واحد سلخو ياك خاصك نسيتها شويه دابا فهمتي دابا فهمتي شنو قلت. دابا اختنا عند بالها باللي الا دارت سبور اي كي اي البوكس الا عصبها شي واحد غتسلخو. دابا هذه غادي تختار البير اوفر الشينوي. عند بالها راه الا دارت سبور شهرين ولا 3 شهور ولا عامين ولا 3 سنين راه غتغلب الشينوي. فاطمة زهراء واش عمرك شاركتي في شي مسابقه ديال البوكس؟ نو هي قالت لك يلا بدي في الرياضه. نو باقي ما شافش. واحد القضيه فاطمه الزهراء باش نجيك نيسان بارك الله راكي غاده مليحه ربي يخليك. كنتمنى لك تكوني تاكل السليم في جسمو سير ياك شنو ولا كانت عندها شي كومبا تريني بها؟ كومبا انا تريني بها لا خصها تكون بزاف ولكن باقا عندها لاكريس في الجسم ديالها. لاكريس هذا فراسك شنو رد ليا شنو رد ليا داك الشيء القديم ديك اللي كنقولوا لاكريس باش كنديروا لاكريس للسلسله ديال البيكالا باش نخدموها باش تصايب. دابا راه لاكريس هي لاكريس هي الشحم يس ديم ما نشفاش انا عطاش السوفل ديالها اللي لا باقي لا بعدا تخيل دابا تعاود على تعاود لصاحب شاب اللي خرجت في ديت تقول له راه قال لي شري بحالك علاش حيت فيا لاكريس علاش رجلك داشي هاد الشيء اللي حقاش بقات تضحك بزاف وكتخسخر فيه شويه بالهضره من حقك. بون كانت تجربه زوينه من جاني ان تروك بانال كانه الا جاك ثاني حاجه ضحكت حيت هو اصلا لو كونتوني ديالو كله ضحك
وكيفاش انا نقدر نشوف فيه وما نضحكش. هو اصلا المحتوى ديالو كيضحك ودير الناس باش يضحكوا. اختي اختي خصك تفرقي ما بين الواقع والمواقع. دابا الشينوي اللي جاي بين شخصيه جايب هذا الشينوي. الشينوي جايب المهم انا دابا كنعرف الشينوي، انا درت معاه ستريمات وعارفه كيفاش داير. دابا الشينوي كنظن عنده جوج ديال الشخصيات، عنده واحد الشخصيه ديالو ديال الحياه اليوميه ديالو هي هذه، وعندو ديك البيرسونال اللي كيلعبها كيغوت بحال اللي دار في الستريم ديالي. وهاد هذيك البيرسونال كتخرج مره في الشخصيه ديالو ديال الحياه اليوميه، حيت كيما شي مره كيبغي يضحك معاك واخا اوف كاميرا، ولكن كيبدا يضحك معاك كيبدا يغوت والعكس، فهمتي؟ ولكن واخا كلشي الا كان الشينوي مثلا كيدير المحتوى ديال البكاء، واش غتبدا تبكي قدامه؟ لا. دونك ماشي حيت كيدير واحد الحاجه راه غديري داكشي اللي كيدير. داكشي علاش داك الكوميدي سميتو اللي مثل ميسيس دوت فاير روبن ويليامز. سو روبن ويليامز نورمالمون كوميدي، ولكن نهار انتحر بنادم ما اكسبتاش على انه انتحر، يعني بنادم مولف على انه صافي، بنادم في عقله تبروغراما باللي واحد كيضحك يعني واحد ما عمره غادي يعيش الحزن، عمره غادي يعيش الاسى، عمره غادي يكتئب، عمره غادي يتعب. نورمالمون حتى الفيلم كتلعب بيرسونا ما كتلعبش شخصيتك الحقيقيه. ولكن شوف واخا هكاك الناس تعذرهم، عرفتي علاش؟ حيت ماشي فينكس هما من غير داكشي اللي اللي كتبين لهم. داكشي علاش في بريكين باد سكايلر فاش فاكتد كتعاود في واحد الشو، كتعاود في واحد الشو قالت لهم كنخرج برا كنخرج لشي سوبر مارشي شي حاجه، بنادم كيسبني يعني، بنادم فريمون تيق باللي راه سكايلر في الفيلم هي سكايلر في الحقيقه. هاد الباترن كيتعاود، دونك ما يمكنش ما تقدرش، خصك تفهم الناس علاش كيفكروا بحال هكا حيت هما ما عايشينش معاك. فوالا، وهي بالعكس راه خاص الناس يبغيو اكثر. علاش؟ لانه سرعات الدور. تماما. دونك جاتني بانر كانه يريجي كاين حساس تحت. السلام عليكم. ولكن نشوف الفرق ما بين اللي يدينا صاحبي. بخير الخير. بخير عليك. الحمد لله. هانيه. الحمد لله. عند الدار وليدة وليد الخوت بحال مدنية زوينة. الحمد لله. دونك شنيسك؟ هدى. شنو تعلم دونك؟ اللي كيستعملها بزاف. وكاين هدى زعما شوية. أنجمع؟ علاش سا بيرونج؟ عادي شوف انت اللي كان عندك عالم ماشي مشكل. الشينوي كيشوف شي حوايج ما كتشوفهمش انت، فهمت؟ طوم كيشوف الكحل، دير مدادر، دير نهار كحل. لا دير مدادر كحل بحال. شوف دابا الشينوي كيدير نفس الحاجه اللي كيديروها المصححين ولا المراقبين اللي كيحدوك الوطني، كيديروا مدادر كحل باش ما كتعرفهمش فين كيشوف. حتى هو دابا دار مدادر كحل باش يبان ليها باللي راه كيشوف ليها في عينيها، ويبان لينا باللي راه كيشوف ليها في عينيها، ولكن راه كيشوف بلاصه اخرى. وتا هي دار منظرك وحال فهمتي، فهمتي بحال ام كلثوم، ممكن يمشي مشكل. هي احسن اكسبيريونس الشهوده، احسن اكسبيريونس عشت زعما يا با كيك شوز دو بريسي، مي زعما كاع لي اكسبيريونس لي سا دون واحد لا لافي ديالك. شنو فوكا اقول دونك دابا زعما شي حاجه سا اجوت اون فالور، يعني كتعلم من شي حوايج اي كتعلم شي دروس من الحياه. شنو كتسبيري زعما؟ شنو بغيت توصلي؟ شنو كتسبيري زعما في الحياه ديالك؟ شنو كتبغي تاسبيري؟ شنو كتبغي تعيش؟ شنو كتبغي تعيش زعما؟ بغي يقول لك كتاسبيري كلمه صحيحه، اسبيري جايه من اسباير فلونجلي بحال يقول لي طمح، جايه من طمح. كاينه فرونسي شنو باغا في الحياه زعما؟ كاينه فرونسي، كاينه فلونجلي سميتها اسباير. ولي هاي كلمه اخرى من غير دونك. هذيك الشينوي، هذيك الشينوي، هذيك وي شحال نوض. الحمد لله كيفي شيني؟ الحمد لله. هادي ابغى الشينوي والله لا ابغى. حاجه اخرى لاحظتي انه اللعبه اللي قلتي قبيله مزيان، انه باش حيدوا انه يمكن هي حيت نورمالمون كنت غتبرك قبل. دابا هو باش كيدخل ليغو الفو كتحس ان ذوك الفايب ما داش بينك وبينها، هي غتبغي تحافظ على ليغو ديالها وتسكيبيك انت. سكيبي شي الشينوي فري، علاش سكيبا؟ حيت كدابه انا وفيها العياقه بزاف، وداك الشيء اللي باغي انا ما تقدش عم. وعلي انت شنو باغي؟ المساله ما عطاتليش شي حاجه شي نتيجه انايا، فهمتيني؟ ما عطاتليش شي نتيجه، قال لي شي نتيجه والو ما كاينش، حيت فيها تصنع، فيها العياقه، فيها بزاف د الحوايج، ولكن داك الشيء اللي كتبغي انا ما نتقبلوش، مع احتراماتي ليهم، نتمنى لها التوفيق في داك الشيء اللي باغاه. خصني نتعلم هاد اللعبه ديال مع احترامات، اي واحد تسبو مع احتراماتي ليك. دابا الشينوي خصك تفهم، دابا تخيل الشينوي شنو هما النوعيه ديال البنات اللي كان كيخرج معاهم. مقارنة مع هاد البنات، راه بيان سير ما غاديش تفهم. اوكي هذيك كتبقى لامبرسيون ديالو. وزعما واكسيب بروبليم زعما عادي، مي لو فيت انك تجوج كيلكا زعما اترافيغ الفيرست امبريشن ما عادش اكسيبت بو انا بيرسونيلمون. هادي تسولها تقول لك تيليشارجي بامبل وتيندر وكتسويب، حيت كامله زعما قائمه على الفيرست امبريشنز مع الناس. السلام عليكم، اختي بخير؟ الحمد لله كيداير؟
طلعتي واحد الحاجه دابا حنا كنحنا نديرو الفيرست امبريشن شي زكيوش هاد البنت ياك شويه وايت كذا ولكن لاحظتي بلي راسها قد راسه راسها كبير تيديها كبار تيديها كبار واش سلمت عليه انا ما سلمتش عليه لا ما سلمتش عليه باي ذا واي فاسك واحد الحاجه ليلى فاش كانت صغيره صرفت 10 درهم ياك واش مي واش هاد البنت هادي ميكست لا واحد لا حيت لا لا جداشي خشيت تجي لداخل خشيت فمك كي دارت كانت صغيره وجداتها خشيت يديها لداخل انذر تايب اوف فيستو دابا صرت 10 درهم باش كنلعب بها وهي تجي وهي تخشي تجي ولكن كي خشيت فمك صغير هو ولا عندك الكرجوعه كان عندي 9 سنين عشرة درهم شرطيها كاملة فلوس ثلاثة هي مقاسية لا خرجتهم مني خرجتهم مني كيفاش خرجت؟ خشيت واش خشيت يديها فمك؟ وي ضرب لا هضري معايا بالله سيدي ماشي يديك لا باش يديك لا باش يديك لا باش يديك أنايا شيل ولا فرنسا وين يديهم رقاق كيدخلوا دغيا دابا أنا كان عندي 9 سنين المهم كنت كنلعب بها وهي تصاحبت ليا المهم شنقشوا ومشيت شفت جداتي حيت كانت معاها وهي تحاولت تدخل لي حيت بقات لي هنايا المهم ما عرفتش كي دارت لها خرجت مني بزاف تعدم وتشكب من فمي وصافي المهم السؤال ديالنا ماشي هو هذا قولي لي شنو كتعجبك في هذه الحياة الحياة قول لي دو يو غاغ ريفليكس فيش شي واحد سولك شنو كتعجبك في هذه الحياة المهم السؤال ديالنا صعيب صعيب ولكن كاين واحد المهم باش ما نقارنوش راسنا ولكن كاين واحد الحديث كيقول لك حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك حبب الي من دنياكم الطيب والنساء حبب الي من دنياكم الطيب والنساء الريحه والعيالات بلاشي نسولكم لينا واش تقدري ديري دوك الادوار اللي كيدير الشينوي راك عارف يدير بزاف ديال الخدمه الفيديو نتاع الشفنج شفت الفيديو اللي كنت شاهد فيه الطبله انا شي ما بغيت نسولك كي جات الشينوي في السوشيال ميديا كي جات الشينوي في الواقع واقفنا ايوا دابا الشينوي في السوشيال ميديا ك في العياقه بزاف لا لا ماشي داكشي اللي كنبغي نقول الشينوي في السوشيال ميديا ما كتشوريش دابا تخيل الشينوي يتزوج بشي وحده ولكن الجنين ياخذ الشكل ديال الراس ديال باه الام تولد سيزاريان راسك فريمون لا بيرسوناليتي كتوريه زعما دي كونسيبت كتجير ما كاينش لك هادشي الواقع نقول لك هي الواقع تاع حياتك ولكن جو انك تصور كتردو كونسيبت أبر كونفيرس نقولك أنا كنمثل الواقع خليك كونفيرس. إيه داكشي اللي قلت لك كتمثل داكشي اللي في الواقع فيه. والله جيت تفهمي دابا أنت أنا كنشرح الإنسان كيفاش كيدخل طرف ديال الخبز لدارو. في المغرب جميع الصناعات التقليدية. دونك داكشي علاش كتجي كاع دوك الفيديوهات مع كاع دوك. دونك مالي الناس حيدوا الشينوي شنو كيعجبك تفرجي بها؟ با سبيس تون الصراحة باقي كنتفرج فيها. سبيس تون دابا على صغير ونوقف حاجة. صافي سلامة. شكرا. شنو وراي قاعد زعما علاش رجعت كتشي؟ قالها صغيرة ما قالت لي كتفرج سبيكس دونك شو دونك السيدة ظريفة سكينة وعاشت في الغربة بزاف و واخا ما عرفتش كيفاش شرح ليا كيفاش سرقت 10 درهم وشداها قالت خشات يديها وما كيفاش خشات يديها المهم احتراماتي لها الله يسهلها لها ومرة أخرى كنتمنى لها تلبس حوايج عاد تزيد عندها. لا مالا أرماني تلا ليلى لا ضريفة ضريفة حنينة ماشي زعما ما تعرفش انا شبان معاك شي كونسيبت. لا ربي المهم رجعت ثانية ولكن ماشي مشكل صراحة كان ظريف. It was an experience وعجبتني. ما حطيتهاش زعما بيجي تجي هذيك اللي قال لي باقي صغيرة حيت ما خلانيش نكمل بها الشغل ما كنتش قرا شي حيت بصح باقا صغيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. دير اختي الخير. لاباس الحمد لله كلشي لاباس. عليك. يا مالي الدار الوليد مالي. هذه لابسة شوية من الصور مقارنة مع الآخرين في عين الشينوي ولكن أقول له علاش داك التطواج؟ شنو هذا؟ الله يكبر بك، شنو مطلع؟ رانيا رانيا بيلي 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 أهلا سميد شكرا وأنت أنا باش نردي شرفين لقب شينو شرفين دونك أنت مرضية أنا فيك ظريف ومرضية شكرا بزاف واخا هكاك شينو مستراسي قدام الفتيات باري لانجوج ديالو مطروسي يديه دوك تحرك مربع يديه قلتي علاش؟ اش قدرت لك واحد اللبسه اللي هي تقليديه تبارك الله عليك مع احتراماتي لك لبسه تقليديه لابسه البولو ديال خوها بصراحه ما كلبسها لك ماشي ناوي شي حاجه ولا صراحه عزيزي عليا وظريفه وشنو كيعجبك شنو كتبغي زعما كديري شي حاجه في حياتك شنو كديري في حياتك زعما تنقرا تقرا مزيان تندير الفروسيه هذا الشيء فروسيه قال لك البنات اللي كيديروا فروسيه كيخرجوا فركين بصح سيزون سينو نسنديها مزيان
وصافي عندي واحد الهدف في الحياه هو الهدف بروجي بروجي فرانس تقدر تكون كدير الفروسي نقدر نتيق عرفتي علاش البوستر ديالها ما خسراتش واخا هكاك لحتها بصح هذا راه شنو البروجي ديال السلسله ديال لي ريستورون جام تكون بسميتي جام وصافي هادشي هذا واش كتخدم بيه علو ولا كتحلمي ولا غتناسي ولا شنو لا كنحلم و الحلم كنا كنحلم شوف في نفس الوقت كن شوف حنا كنا كنحلم اي واحد كيبغي يعيش افي بلونكا افي بلونكا حياه البيضاء ماشي حياه السوداء دونك هذا اللي بغيت نقول لك دابا انت كتحلمي تكون عندك واحد الريستوران بسميتك ولكن هذا الشيء واش كتخدمي علو ولا عاد كتحلمي كتناسي وكتحلمي غادي تنقرا باش نخدم باش نجمع راس المال باش ديري الق بحالك ولا غادي تزوج شي راجل ديجا عنده تزوج شي واحد عنده ريستوران كتبوا ليه سميتها الحياه ديالك شنو باغي تخدمي انا حيت القرايه اللي قريتي انت واش كملتي قرايتك مش عاد كملتي قرايتك تقولي بغيت ندير واحد ريستوران ديالي لا دابا انا كنقرا في عندي بروميير اني في لي زانفيرميير سيغليا خوري خوري جاب الفريمليه لراس المال الريستو كي غديري تجي مع هاد راس المال دابا يسحب ريستو كتحلي ب 20 درهم تسحب تحل ريستو في المونوبولي ولا شنو دابا دابا هادي فرملي شنو غدير شنو غدير دابا باش غتجمع وكدير فروسيه باش غدير باش غتجمع راس المال غتقاد تشفر دانون غتقاد تشفر دانون للمرضى وتبيعو وانت شنو هو الهدف ديالك الهدف ديالي انايا انا الهدف ديالي هو نصلي ونعبد الله الحمد لله عرفتي علاش حيت ولات مالي الدنيا تهز حيت واحد من الناس كانوا عزاز لنا في القلب ديالنا كنا كنحبوهم كنا كنحلموا بهم كنا ديما لصقوا في الذاكره ديال العقل ديالنا مساكن مشاو عند الله عز وجل عرفتي شكون هما؟ حيت انا عمري ما كنتش بكياش في حياتي كنت على بومي ما كنتش بكياش في حياتي بجوج من الستريمات ديالي بحال هاد الشباب ما يتلقاش بحالو هاد الشباب الباترول الموضوع ديالنا هو سيدنا الله ينصرو بيا جماعة الوقت ما كنقول لك عرفتي جماعة الضحكة كرزة عرفتي كرز الضحكة من دي الحياه انت باقا تبارك الله باقا صغيره باقا المستقبل قدامك احلام ديالك انا كنغني معاك حيت في الحياه الا ما كانش عندك هدف واخا يكون عندك هدف اختي ما ديري والو حكا شينوي عمرك درتي شي دو غتزوجي في الاخر براجل عنده هدف شنو قال له شينوي وراه داير شي فرمليه درتو كي جاك باش نقول لك هو صعيب شويه في القرايه وصعيب بزاف باش تحلمي نتمنى لك التوفيق ديالك ان شاء الله ما يمشي بك فرملية وكيف فرملية ديالك شير واش بالك فرانيا راني ضريف الله عمر عذار عنده واحد الحلم اللي هو زوين عايبة عنده واحد الحلم اللي هو مستحيل ولكن عبد الله بعد مشي بوحدي مشي بوحدي اللي فهمت لانه مستحيل شو كانت تعصب شو علاش مستحيل شي قريب عند الله عز وجل مش راني شنو الانطباع ديالك على شينوي صراحة فاش كنت كنشوفك في الفيديو كنبكي صراحة محوزة شي راني انت امورة عرفتي ديما في فيلم كيشوفني تيدير لي لايز اب لايز اب لايز اب ديما و شفتك فاس زعما ظريف و شنو دابا تخلي راني تستيبي الراوند الجاية ولا لا؟ بصراحة نحتاج الراوند الجاية عرفتي علاش؟ حيت ظريفة ومحتارمة شكرا بزاف شكرا السلام عليكم دير اختي بخير لاباس عليك هانية ومهم اي واحد ولا وحدة خرجتوا معاه في ديت ودي نصيحة خذوها من عند اخوكم بلال الى قلب التليفون حطوه هاك ما حطوش هاك عرفوه ولا عرفوها يلا خرجات مع واحد البارح وغتخرج مع واحد غدا اولا العكس عرفوه يلا خرج مع واحد البارح ويخرج مع واحد اليوم بالعشية ولا كنتي مصاحبة معاه عارفين بلي راه مصاحب مع واحد اخر في نفس الوقت اللي مصاحب معاك انت وكم حاجة من المودة ديال القفاط علاش خليتي قفاط وجيتي بهاد اللبسات؟ تنسى علاش علاش خليتي قفاط وجيتي بهاد اللبسات؟ خليتي حاجة أخرى وجيتي بهاد لا لا هو اللبس ديالي سبورتي وصافي حتى أنا اللبس ديالي بحالك ما 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 أختي ما بروفيتي حتى شي بوينت لا ولكن ماشي سبور ماشي سبور زعما قلت لك اللبس ديالي أنا بحال هكا أصلا لبس تركي كتفرج في افلام تركيه بزاف ياك عندها سنان ديال الراس وواش قبل ما صايب سنان لا هي كتشتغل بهذو ديال جافي صافي وديك ديال هذيك كيف لايزا لايزا ديرها ديرها بحال هكا كيسقط ديالها مخرج جافي
نكون سربين ندفليها في القهوات وحق الله جند في القهوه. ايوا فيها شرف لي والله، لا شرف لي. قولوا لي ليش كتمسكوا؟ سولي هي بداو بك عطا مزار شويه واي واي شويه هكا واي واي كديري تيك توك؟ كنديري تيك توك. تيك توك واش بالك في هادشي ياسين؟ انا بصراحه كنتفرج على الغرب. بلدي الغرب امير الغرب. انا كنظن ايوا متصرفه انت غربويه. لا كنتصنف غربي حيت الموسيقى ديال الغربي واخا ما كنفهموش شي تيقولوا، ولكن تنعيشوا مع الاستريات ديالو حيت الاستريات ديالهم اوهام مؤثرين بزاف. اكثر واحد عرف يشرحها وانا نعطيك علاش بصح الهضره اللي قال. الا عقلتي انا اول تراكات سمعتهم في حياتي سمعت نانا نانا ديال ايكون وسمعت سماتا سما سمو سماتا كمين فلوس ماتا كم السمو يرى في الاخر فهمت انها سماك داش. شوف شنو نقول انا سماتا سماتا كمين السمو سماتا كمين السمو فهمتي. وديك نانا انا اول نتشيكا لك نانا انا اول نفونا تاك نانا انا وشك نكسينا واش نانا فهمتي. اوهام تعيش مع الانستري انتم فهمت اللعبه. وبعين احسن اغنيه عندك في الغربيه هي بلايزا بلايزا كاينه رايزا بلايزا وكاينه ريحانه. اوه قال لي رايزا فهمتي فاهم. اللي حبس شنو هي الهوايه المفضله ديالك فاتي؟ ركوب الموطر. انا موطر كيعجبني ركوب الخيل ركوب المطر عزيز. انا من الركوب انت قول لك كيعجبني الصراحه مزيان. انت انا موطر كيعجبك صندروه صندروه بارك علي لو بقات تكبروا على بعضيات وسيد من صندروه سهلتي خلاص. شفت بنادم كيحكني فوتا شفت وكان عمرني شفت الحركه. شو شيني ويكي بشي؟ أصلاً ضربة بارك علي لو قد تكبروا لبعضيات وسيد وين؟ نصف ضربة سهلتي 500 في الطرق؟ لا بزاف شحال؟ كتفوت 86 أحكا بغيت نعرف واحد الحاجة. قولي يا شي لقطة اللي أثرات عليكم في المراهقة ديالكم بزاف. سولنا الجزئين الأولى هي باقا في المراهقة زعما مازال تعيش الصراحة ديما كنبداو بفاتي دابا نوبتش كتشيني هادي وأنا غانمزيك أنا لونطريم تبارك الله عليك. هوايتي لونطريمون طبيعية. انتيا؟ ندير بوكس وفيتنس. هي بوكس؟ منو مع البوكس زعما؟ أنا عارف شنو هو الحلم ديالك. شنو؟ الحلم ديالك هو شي راجل السيارة ديالو دارو بخير. والله أنا كنت. إيوا شوف أنا غادي نعاود نشعل آخر مرة، إلا قلت لك شي شبية راه تقدر تدوز الراوند الجاية فين تقدر تتعرف عليها مزيان. دابا هي بصراحة شوف باش يبقى معايا مع شي واحد الكلب عاجبني يخرج خرج من الكوزينه ديال لوطيل. A few moments later هبط الكوزينه تقدا وطلع يا تفو انا كناكل الماكله ديالها ما صح بدات تطرب بالميوكس ديالها تفو الله يسهل عليها ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا بارك الله عليك. دابا شحال من بنت كاينه؟ علاش دابا سكيبيهم كاملين تقريبا دابا حد الان الا وحده؟ يعني الراوند الجايه شنو غادي يكون؟ دابا اللي فهمت هو غادي يكون كما قلتي غيكون راوند اخرى اللي اختار فيهم غدوز للراوند اخرى باش الاخر غيختار فيها واحد. وكنضرب ليا على شنو واخا دار النظر كوح ولكن حصل الله كيشوف. سلام. السلام عليكم. شنوي كاع دوك اللي مستورات في الاول قال لهم لبسوا. دابا جات اكثر واحده ما مستوراش ويحضر عيني. ولكن بان لي هنايا فريد نيبول ياك كنظن فري دوم صافا دير خصك انت بامب ديال اللبس. لاباس عليك هنيا بخير كدير معين دار الوالدين صافا بشي مزيان فريد نيبول فريد النيبوز بام ديال اللبس ولكن لاحظتي واحد بحال كاين واحد الطبقه ديال بحال ديال واحد البيوضه فوق اللبس ديالها. فري 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 سماك الله خط ابيض سمح لي بزاف ما قدرتش نشوفك اللي حقاش كنشوف اختي هبه اختي مغربيه ومع احتراماتي لك وتسات فوق راسي اول حاجه ما خلاتنيش نشوفك هو شنو هي الملابس ديالك جاتني شويه غريبه شويه واش كتفرج كتفرج بافلام بزاف شغلي هذا الملابس ديالي لابساهم انا شغلي هذاك تلبس لي بغيت. رفد عندها حق اخويا كتب عليك ما قلت شي حاجه عيب. يعني واحد السؤال هيبه مرحبا شنو هي الحاجه اللي كتميزك على البنات الاخرين؟
شنو قالت؟ قلت لك كتجيني راسي كامله متميزه، يو لوك اكزاكتلي لايك شي 9000 وحده كاينين الف ما بين الرباط تمارا المكناس قنيطره. بدا غير هذيك السنه اللي درت عند الفيلرز ولا خونا طلع في نص النهار كيخرج واحد 6 كيلو بحالها. حاجه بالضبط فيك مختلفه. فنقول شلت الباس ديالي مختلفه شخصي مقحل مختلفه ديفرنت لا لاكوب شعري طريقه باش كنتعامل مع الناس، طريقه باش كنعامل الناس باش كيعاملوني. انا ما عرفت انا يا خويا لذيذ، انا ما عرفت انا هبه ما كرهتش من الملكه الجبل الا دلت لك الفلوس. وانا اصلا بغيت نحقق الحلم ديالي مع احتراماتي لاختي المغربيه تزيد مزيان وتكون تكون اكثر 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 من الملكه الجبل ديالو. دابا صراحه شنو شنو طرا عليه دابا شنو عنده واحد الكاتيجوري ديال الناس كتفرج فيه ياك؟ هاد الناس هادو واحد الناس اللي تقليديين، واحد الناس اللي عندهم واحد العقليه ديال العامه، عقليه ديال رجعيين. دابا البلان هو خوتنا هما اللي كيتفرجوا، هما اللي كيشكلوا، هما شوف شوف الشيء اللي كيتفرجوا فيه الناس الفيسبوك باش ما نبقاوش نقولوا حنايا ما نسميوهمش، ولكن هما الناس الفيسبوك ماشي الناس الانستغرام. دابا هاد الناس هادو واخا الانستغرام جمع فيها اصحاب الفيسبوك فوالا كيتفرجوا فيه الناس الفيسبوك ومخالطين مع شويه ديال الناس ديال فاروق. دابا الناس هادو هاد الناس الى بان لهم الشينوي مع بنات بحال هكا اللي هما اصلا هما اللي كيقيدوا يسبوا فيهم في كومونتيرات غادي يسبوا الشينوي ما غيعجبهمش. وداك الشيء اللي طرا راه دابا خرجوا ريلز من مور هاد الفيديو كيقول لك الشينوي اللي زعما اللي كان مشى، الشينوي تغير، الشينوي باع روحو، فهمتي؟ دونك هو خصو يبين ديك الصوره باش ما يخرجش ليها نيشان، حيت عشان الكارير ديالو كتعتمد على ان دوك الناس يبقاو وفيين وكيعجبهم داكشي اللي كيدير. وداكشي اللي جاني انه مول مولينكس ديك هضربه داك الصوت خاصو هو يطرح الاسئله باش يخرج منه الانترتينين مومنت. يعني حتى لحد الان ما طرحش شي اسئله اللي تخرج منهم كونتنت. ذاتس واي بيلال المهم كيعاود نفس الهضره وشي يمشي ندير اش كدير في الحياه وشي نمشي كيعاود نفس الاجوبه. دابا اعوذ بالله ما قلتش انا باش بنادم يفهم حتى هو الناس اللي كيتفرجوا يفهموا. بنادم ما فهمش الدور ديال الانترفيور. بنادم كيسحابوا راه الانترفيور كيجي وداك الجيست راه غادي يقول نفس الهضره مع كاع الناس واخا يطرحوا له ديفرنت كويشنز، ولكن راه خصك بزاف ديال السكيلز باش تكون انترفيور باش تخرج داك الشيء اللي بغيتي انت من داك الجيست. راه نفس الانسان ولكن راه غايقول لك هضره ويقول في بلاصه اخرى هضره اخرى. انت خصك تعرف وقتاش تسولو، وقتاش تسمع ليه، وقتاش خليه يهضر، وقتاش خليه يكمل في داك الموضوع، وقتاش خصو يقلب داك الموضوع، كتعرف وقتاش غيحماض، وقتاش غيضحك اكثر. دونك هادشي كامل تحت الاشراف ولا تحت الديريكسيون ديال 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 الستريمر ولا ديال الانترفيور ولا ديال البودكاست هوست. دونك غتبقاو تشوفوا بزاف ديال الشخصيات ولكن ماشي ما عندهمش نفس كيعطيوش نفس الانترتينمنت في دي بلاتفورم ولا في منابر مختلفه. شنو داك الكتبه والبيت وديرها انت ديك اللعيبه؟ شي حاجه بحال هكا في ذهاء فوالا هاك الميكروفون وهاك الكاميرا ولكن ديرها انت. ماشي كذاك الشيء زوين الخايب زوين شو مزيان عندها تخيل صراحه الله يحفظك ليا. بصراحه كنا مغروض ضعيفه وماشي زعما اش نقول لك انا مع كل احتراماتي لك ما نقدرش نعاود نشوف الجلسه هذه ونزيد نزيد لك صح وهي منوره ماشي زعما كل واحد ربي عطيه واحد الجمال ديالو فهمتيني كل واحد وعطي ربي الزين ديالو. ما عمر انسان يقول انا خايب الجسم ديالو ولا انا خايب القلب ديالي. كتلقاي انسان راه هو جميل في الجسم ديالو ولكن القلب ديالو الداخل هو احسن حاجه هو القلب ديالي يكون زوين. عندي لكم واحد السؤال، واش عمركم كنتو في شي علاقه حب؟ ايوا شوفي وكان اصلا انا جيتك ضريفه ما قدرت نحكم عليك ولكن اللي حقاش لما ما تعجبش معاك مثلا نقول كنتي ضريفه ولا زعما هي بصراحه اول مره شنقول لك هي انسانه ضريفه ولكن الملابس اللي كتلبس بحال اللي ما صافي عيق صافي عيق كيحمض هذا الملابس ما قتلهاش بيها كاين ولا كاينش ما قتلهاش بيهم باغي نلبس قل شو هذه الوقت صراحه 100% هي لهيبه شوفي لا انا كنت هكا يعني انا هكا وبالي الفيديو الجاي ديال الشينوي غادي يدير فيه الدور ديال المحلل النفسي. لا ماشي غادي يزوكك هيبه جات واحد الانسان اللي هي شنو نقول لك
باقا صغيرة وباقا عزيزة ونتمنى لها ان شاء الله توفيق. وشوف زعما فهمتي كنبغيو نتواضعوا مع بنادم، ولكن باش نجيكم من الاخر الدراري وباش نجيك من الاخر اخيزي، بنادم خصو يفهم علاش بنادم باش كيجي في ستريم ديال بلال كيعطيك جوج سوايع الانترتينمنت لايف، واخا نكون عمري تلاقيته، واخا نكون عمرني هضرت معاه، واخا نكون عمره هو اصلا دار شي كونتوني طويل، كيكون كيدير غير يكون غير ميم في لي باج الميمز، ولكن كيجي كيطلع لايف وكيعطيك جوج سوايع الانترتينمنت كيما بغى يكون النوع، وكيرتاح عندك وكيحل لك قلبه. علاش كنت عرفت حيت كتسمع ليه 24 دقيقه ما علاش عطاش شي حاجه، حيت كتسمع ليه وحيت كتعرف تسولو وحيت كتعرف شنو تحت راسو كتعرف شنو باغي يقول وفين باغي يوصل، كدير لاصوص ديالك كتخلطها مع داكشي كيخرج لكم داكشي اللي كيخرج لنا في ستريمات. شنو باغي دير بالحياه ديالك؟ تكذبيش عليا. بغيت نسافر العالم كامل. باغي تسافر العالم كامل؟ سيري العالم كامل باه شنو باش دير انستغرام وتهضر مع شي واحد عنده يخت فلاي مي ان عرفاش العالم كامل كامل يمكن لا تختاري انت راه قلت لي تيقف راسك راه يمكن بصح لا هي الحق ماشي تيقف راسك هي انا الحق راه يمكن يمكن ما يمكنش بالنسبه لخونا الشينوي ما يمكنش عندي الوقت نقدر نسافر اتفق معك. شنو هي شنو زعما احسن بلاد كتعجبك في القلب ديالك؟ امريكا. الحلم ديالك هو امريكا ودابا هيبة حققت لك الحلم ديالك، شنو رد الفعل معايا انا؟ قال لي يمكن تشطري العالم كامل وقول انا نديك لامريكا ودابا راني شعل ديجا جوج مرات غادي نعاود نشعل المرة الثالثة وغادي تختار واش غتخلي هيبة تدوز للدور الثاني ولا غادي تقفاه؟ هي بصراحة هي بصراحة ما نكذبش لك هيبة ارتاحيت معاها بزاف لحقاش عرفتي علاش؟ انا ما كنتش في الجسم ديالها ولا في اللحم ديالها ولا الانالوجات ديالها. السلام عليكم. هلو الحمد لله صافا اسمك الله مالك مالك كيف تصلي؟ الرباط. بيه فين ساكنه في الرباط؟ الرباط مش غادي فين ساكنه في الرباط؟ لوسيو تما راه كنت ان فات انا بطلت المغرب ثلاث مرات بوكس أوه، في كيك بوكسين دانيال كورمي جامد لهم في الساندا بالضبط الام ام ا شنو هنا ام ام ا كيبو كيبو هنا كيك بوكسين الساندا تقلب على الساندا غتلقاهم شي واحدين كيدابزوا بالعصايه ديال الكراطه المهم بقى لي مشكل وحبست راسي وحبست المدرسه حبست كل شيء المشكل واخا خصني حبست بدلت المدرسه وما ما كملتش انا استاذ خرج من التاسعه مش مسيره ما كملتش ما دابش ديت الباكو السبور كان لا كيك بوكسين قلت انا لا انا في لي كومبا يعني انا شامبيون 3 فوا ديال المغرب درت لي ريجيونال ودرت وقعت بن ياسين ولكن في اين وزن كتلعبي ديرو ديرو شي سبارينغ شوفوا القدره ديري شوف ايوا بيكوز باس عقل عليا شكون فحالك بطلات عقل عليا تايقه في راسها تلقات اليوم كنت تجبني من بعد اما انت راك درتي الدور ديال مونطاكوس اش قال لي مونطاكوس اسمح لي حيت انا كناكل شي واحد انا تايقش واحد حاجه راسك تما على البلاد هادي اصاحبي شبعانه حيوانات. المهم ما غاديش نكمل الامبريشن ديالي على الحلقه دونك الحلقه اول حاجه بيغ اب للكواليس كملوا واخا من مور المشكل اللي طرا لهم حاجه زوينه. ثاني حاجه حاجه زوينه على انهم بداو كيريتشي وبنادم اللي مسطي مثلا دابا بحال الشينوي رسميه فهمتيني سبيشال جيست دونك بيغ اب ديال المحاوله ديالهم باش يوصلوا لهذاك الشيء ولكن واش الشينوي عطى كما كان كما خصو يعطي؟ لا ما عرفتش شنو هما الاسباب والعوامل اللي خلاوه يكون بحال هكا. واش حشمان من الكاميرا؟ واش حشمان من البنات؟ واش الجو ديال الاستوديو شويه مختلف عليه؟ واش ما قدروش يبريكيو معاه الايس باش يكون يتعامل على راحته؟ واش هو كيفكر باللي ما خصوش يتميع بزاف على ود الناس اللي كيتفرجوا فيه؟ هو عارف كيفاش كيفكروا دونك ما بغاش يتميع باش ما يتسماش تبدل. عارف شنو كاين ولكن شي حاجه شي صوص ناقصه في هذا الفيديو كامل.
تعاودت بزاف قضيه ديال 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 اللباس فهمتيني. كنظن البنات كانوا شويه البنات كانوا كنظن كانوا معطيه لهم تعليمات باش يبات يتطلقوا، ولكن الشينوي هو اللي كان خصو يدير هو اللي كان خصو يدير ديك الموف اللي كان كيتسنى كلشي ما داراهش، ولكن يقدر يعطيك اكثر زعما نعرف شخصيته كيفاش داير يقدر يعطيك اكثر. حتى القضيه ديال اللباس كون جلست طريق الزيت كلشي حاجه تجي زوينه. اكزاكتلي اولا تقال شي حاجه وتحيدات في المونتاج حيت كواليس ولاو خايفين تقال شي حاجه اللي عاوتاني يدخلوا على ود التحقيق وتخربيق. شوف بعدا كواليس كما قلتي بيغ اب ليهم حتى البرودكشن فاليو طلعوا مقارنه مع الفيديو الاولين كتشوف انفيستوب مايك كاميرات حتى باش كترجع البنت اللور كيبان كاميرا ناضيه. وكنظن انا هادشي دا بحال واحد كومبينيشن ديال هادشي دا كامل، خصوصا هما ما يعرفوش يتعاملوا مع الشينوي الدراري باقيين صغار وداك الشيء ما يعرفوش يتعاملوا مع الشينوي. وشينوي حتى هو ما بغاش يبين صوره على انه راه بان مع بنات وتميع كما قلتي. كيجاك الريز ديال الشينو اش يصيب ويخطئ فهمتي، شي مرات خراني بالضحك وكاين شي مرات ما عارفه يقدر يعطي يقدر يقول ما اكثر. شوف دابا مثلا الشينوي كون جابوا له شي بلديه لابس شوف شي وحده في الكونفرساسيون ديالو معاها ما يحتاجش يقول ليها لبسي حوايج، هي اصلا لابسه الحوايج اللي هو كيشوفهم رايت كيفاش كان غيتعامل، ولكن غير انهم باش يجيو بنات يشاركوا من مور داكشي اللي طرا راه غالبا الدراري ديال الكوالوس داروا خدمه كبيره بزاف خدمه كبيره فهمتيني. واصعب حاجه الدراري نقول لكم الدراري البنات كيتفرجوا فيا اصعب حاجه في هادشي كامل اللي كتشوفوا راه هو اللوجيستيك، وانا كتجيب كاس تهضر معاه يجي لك في الوقت سورتو اللي كان سورتو هاد النوع ديال الكونتنت اللي كيكون فيه بزاف ديال عباد الله باش انهم يجيو كاملين في نفس الوقت باش خلاص عليهم ترونسبور باش ما يتعطل لك حتى شي واحد استوديو انت كاري واحد السوايع من مورا كاين واحد اخر اللي كاري قبل منك كاين واحد اخر فهمتي. كاين ليكو ديال الكاس كاين ليكو ديال البنات كاملين فوالا وحده كتقول لك جايه تلقى لك بابا ما خلاش تخرج دونك راه كاين بزاف ديال الخدمه ولكن صافي انت كتصور معاه وكيقمع الشين وتقول لك لحيدني لا وينيد بحال هذا الكونتنت راه خص الكاس بحال الشينوي يزيدوا يرتاحوا وخص المغاربه يتقبلوا هذا الكونتنت باش الشينوي يعطي فيه. اوكي دور بلان الدراري خليه لايك خليه سبسكرايب كما قلت لكم انا مسافر في واحد البلاد اللي بعيده واللي غتعجبكم بزاف واللي ديجا بديت كنصور فيها فلوغات صورت تقريبا جوج فلوغات غنلوحهم هاد السيمانه غنبداو نلوحهم ياك. اكتب لي في كومونتير فلوغ اذا بغيتي الفلوغ و تابونا في انستغرام الى بغيتي الاكسكلوزيف كونتنت ديال فنانه ستوريز وهذا. وقلع في اين بلاصه دابا هو كاين واللي غادي يقلعها. اوكي هذا سؤال زوين، الى اللي قلع فين كاين انا دابا في كومونتير غادي يروح معايا تذكره الطيران حتى سير تقاول.